السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. عدنا والعودة أحمد يا جماعة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة يا رب العالمين، والسعادة لقلوبكم الطيبة. وشكرا جزيل الشكر إخواني أخواتي داخل الوطن الحبيب وخارج الوطن الحبيب. عدنا لكم يا إخواني أخوات مقطع جديد من الخروف، كما قلنا لكم سلالة محضيط أقلموس، تربية بمدينة صفرو والبيع بمدينة مكناس كما تشاهدون إخواني أخوات خيرات البلاد. اللهم بلغنا عيد أضحى لا فقيدين ولا مفقودين، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. وعماد عماد هجدان يا إخواني يا أخوات كما تشاهدون، اللي بغى يتبرع أنتم يا الحباب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر فلسطين الشقيقة والصديقة، ارحم ارواحا فارقتنا وتركتنا حنينا لا يفارقنا، اللهم اجعل الجنة مستقرا لهم، انتم السابقون ونحن اللاحقون. لا احد يدوم في هذه الدنيا اخواني اخوات، يعمل الخير اعمل الخير دائما كن صادقا وفاعل الخير. اجدنا يا اخواني اخوات، مرحبا بكم، مرحبا بكم يا عشاق على معزي انتم. كلشي مربي في الغابه اخواني اخوات، كلشي مربي في الغابه. الخروف اخواني اخوات وصلت طشمه جديده كما تشاهدون امامكم، وانتم يا الحباب، انتم يا الناس الطيبين، يا الناس الاعزاز، يا محبين هذه القناه الصغيره المحترمه، يا عشاق الخروف، سويدي بيافيني الشينوا، مدينة مكناس من العاصمة الإسلامية المملكة المغربية، مدينة الملوك. شاهدوا راه ثمن آخر الطشمة يا إخوان كما تشاهدون، أنتم يا الحباب، أنتم يا الناس الطيبين، يا الناس الأعزاز. هاجدي يا خوتي، ها تبرع لي مع راسك، أنتم يا الحباب. أنا غادي نمشيو نكملو الجولة ديالنا. أنتم يا الحباب، يا الناس الطيبين، يا الناس الأعزاز، يا محبين الخروف، لأن هنا غادي ندوز لهنا. شوفوا درت شي شوية مع الخروف في الليل، ثمن يا إخواني يا أخوات قمت لكم من 50,000 ريال حتى 100,000 ريال، 2500 درهم إلى 5,000 درهم. أنتم يا الحباب، ها لو بسي، ها لو بسي يا أخوتي. أنتم يا الحباب، قلت لكم الثمن، راه قلت لكم الثمن ما بين 50,000 ريال حتى 100,000 ريال مغربية. هاجدي أنا خوتي، إذا الثمن قلنا لكم يا إخواني يا أخوات بين 50,000 ريال حتى 100,000 ريال، 2500 درهم حتى 5,000 درهم.
انتبهوا يا الحباب، هذا الشيء ما تبقى لي ورينا لكم اذا ما تبقى. انتم يا اخوان يا اخوات يا الناس الطيبين يا الناس الاعزاز من مدينه مكناس من العاصمه اسماعيل المملكه المغربيه مدينه الملوك خروف اعتذر خروف سلاله تمحضيط اقلموس. اذا قلنا تمحضيط اقلموس هي احسن سلاله في المغرب يا اخوان يا اخوات من حيث الجوده، وكما تشاهدون امامكم يا اخوان يا اخوات يا الناس الطيبين يا الناس الاعزاء. تقنط من رحمه الله، لا تقنط من رحمه الله، الذي خلقنا هو الذي يرزقنا. ان شاء الله كل شيء غادي يعيد وكل شيء غادي يوصل خروف الى البيت، ان شاء الله كل شيء غادي يتوصل. فقط عليكم يا اخوان يا اخوات شويه الصبر، شويه الصبر يا اخوان يا اخوات. شوف عويناتك كي دايرين، شوف شوف عويناتك كي دايرين شاعلين، شوف شتي عويناتك كي دايرين، شوف العويناتك كي دايرين، شوف. اذا انتم يا الحباب هاد الشيء ما تبقى، وهنا اخواني يا اخوات هاد الشيء راه يتباع، انتم كتشوفوه هادو راهم بيوعين. وان شاء الله يا اخواني يا اخوات كلشي غادي يتباع ان شاء الله، كلشي غادي يوصل خروف الى البيت. نقلب على خروفي في الراه. وينك وينك يا خروفي، وينك وينك يا خروفي؟ انتم يا الحباب يا الناس الاعزاز، فينك يا خروفي؟ فينك؟ شوف اه عماد، نجي عماد هو اللي حافظهم، لان الخروف يتشابه يا اخوان يا اخوات. انتم يا الحباب شوف عويلات كي دايرين، شتي العوينات؟ انتم يا الحباب هو ماشي انت؟ لا هادو اخوتي راهم بيوعين، هادو راهم بيوعين اخوتي. واللي كيتباع كيدخل لهنا، كاع الحروف اللي كيتباع كيترشم وكيتقي في الروجيستر، كيتقي شحال دفعتي وشحال ما تبقى لك، وكتمشي بحالاتك مرتاح تخلي خروف ديالك هنا حتى الليلات قبل العيد. النهار قبل العيد اظن العيد يوم الاثنين اظن، اذا يوم الاحد سيكون اخر يوم كل واحد كيجي يدي خروف ديالو ويكمل المصاريف ويدي خروف ديالو مرتاح. وهذه الطريقه يا اخواني يا اخوات باش كنعزلوا الخروف اللي تباع والخروف اللي ما تباعش. اذا الخروف اللي تباع كيدوز لهنا باش الناس ما يعذبوش، مابقاش الناس يقلبوه، لان الا خليتي خروف اللي مبيوع في وسط الناس في وسط اللي ما مبيوعش غادي يبقى يجيو الناس وبقى يشدوهم. اذا كاع اللي تباع وسالات المهمه ديالو كيدوز هنا لهاد البيت هنا يرتاح حتى يومه ان شاء الله. اظن اذا كان العيد يوم الاثنين، اذا يوم الاحد هو اخر يوم كل واحد ياتي الى هنا ويستكمل مصاريف ما تبقى له من الخروف، ثم يجر خروفه الى بيته. والحمد لله يا اخواني يا اخوات كما تشاهدون امامكم انتم، اللي كيعرف ولا ما كيعرفش الخروف راه كتشوف غير الشوفه فيه كيبان لك الخروف نقي ولا ماشي نقي. سبحان الله بحال الانسان بحال الحيوان، حتى الانسان كتشوف له في وجهه كتعرفو راه مرتاح في حياته، مرتاح في صحته، مرتاح في الامان ديالو، مرتاح من حتى الخروف كتشوف فيه شوفه مزيان كيبين لك الخروف انه في صحه جيده. انتم يا الحباب، انتم يا الخوت، وانت مازال حرفوا شي شويه تشوفوا. كنوريكم الخروف ديالي ولكن ما راه خصني نجبد الرقم، لان يعني كل خروف عنده رقم ديالو مسجل عنده انتما في الاذين، انتما كتشوفوا راه عنده كل خروف عنده رقم ديالو مسجل عنده. وهذه راه طريقه دائما تاخذها في وزاره الفلاحه، لانهم في الاول كيجيو لعندك الفلاح وكيجيو يراقبوا الكتيبه ديالك وكيعملوك بعض الادويه وكيعملوك بعض المسائل، دونك يعطيك واحد الرقم. كل خروف عنده رقم ديالو مسجل
في كتاب التسجيل. أنتم يا الأحباب، أنتم يا الناس الطيبين، الناس العزاز، مرحبا مرحبا ومبروك، مبروك على الجميع، مبروك على الناس اللي خداو الخروف صحة والراحة. الحمد لله والشكر لله، هناك متتبعين دائما يعرفوا قيمة هذا الخروف، يعرفوا شكرا أنا. شوف هذا، شوف عنده، شوف هذا الأبيض عنده، شنو عنده بلاتي تشوفوا، سبحان الله العظيم، شوفوا هذا الأبيض شنو عنده من تحت، من تحت حتى الودنين، الراس عنده، أش. سير انت، ها هو، ها شوف، شوف النمرة، لا، اجي انت نشوف، اجي، دبر انت، النشاط يا اخواني يا اخوات، والله الا النشاط، النشاط قبل ان ننام سنعمل جولة خفيفة وجدت الشمع الخروف. وانتم يا اخواني يا اخواتي يا الاعزاز يا محبين الصغيرة المحترمة، شكرا لكم، شكرا الاوفياء، شكرا للناس الاعزاز. يلا يلا، باي باي، تصبحوا على خير، يلا نتفقوا. سدوا عليهم باش ما يخرجوش، يدخلوا مع سي بون. يلا باي 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 باي، قولي باي باي. يلا يلا، سبحان الله خير، يلا شوف الله يعاونكم. انتوما مازال انتوما قصارين، انتوما زاد قصارين انتوما شوية، نعملو لهم شوية الرياضة يا اخواني يا خوات قبل النوم، نعملو لهم شوية تنوض، ايه مالك، نعملو لهم شوية الرياضة، ضروري تعملو لهم شوية الرياضة. شوف هادو مالهم، شوف العوينات كي معسلين، شوف شتي العوينات كي معسلين العوينات، ضروري نعملو شي هاد الرياضة ونشوفو أمور هانية. بون يلا يلا، باي باي، يلا باي 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 باي، صباح الخير، باي باي، صباح الخير. انتم ناعسين ولا ايه مالكم؟ قول فاخو، شوفي غير تمشي بحال هكا بقى يتابعك. ها انتم بغيتو تمشيو، انا جلست معاكم، ها انتم جلست معاكم، جلسوا معكم، هاتوا إذا تواجدوا، إذا كنتم تشاهدون الصورة يا إخواني يا أخوات، تعرفون المنطقة، هادو هما العمارات
وهذا هي غابة الجين يا إخواني يا أخوات، كما تشاهدون غابة الجيني، وهذا هو البساتين أمامكم كما تشاهدون. شوف وأنتم تشاهدون حي البساتين، ديبو أمامكم، ديبو طريق تقريبا أمر سهل، من الطاكسية ديال حمرية وسط ديبو ستجي نيشان تخرج غابة الجيني. وأنتم تشاهدون طريق مولاي إسماعيل، أمامكم العمارات، وهنا ستجدون الخروف العيد عند أخوكم في الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن إخواني أخوات، مرحبا بكم، ألف مرحبا، مرحبا بكل من يهم الأمر الالتحاق بعين المكان، والثمن سيكون على حسب جيبك. والخروف مختلف، أنتم تشاهدون جميع الأنواع، قلت لكم بين 50,000 ريال مغربية إلى 100,000 ريال مغربية، ستدير 2500 درهم حتى 5000 درهم، ستدير 2500 درهم، 2500 درهم. وأصحاب الأورو دير كونفرساسيون وتعرفوا الأورو شحال، الأمر سهل، أورو واحد كيساوي درهم، إذا 100 كما تساوي رجل دو تروا، ما تعرف شحال الثمن بالاورو، امر سهل صافي. يعني قلت لكم حتى الخروف يا اخواني يا اخوات تربيه رياضيه، اكس بلس ايغريك ايتيغال زد، اكس هو باش شريتي، ايغريك المصاريف، والثمن هو زد باش كتبيع، امر ماتيماتيك، ما عندك فين تهرب، ما عندك فين تزيد، امر سهل. حتى باش تعرف الثمن امر سهل، واحد اورو كيساوي درهم، ومن بعد واحد اورو كيساوي 11، ومن بعد دير لا رجل دو تروا وغتعرف شحال الثمن، 5000 درهم كم تساوي من الاورو او بالجنيه، والعلاقه اذا بين الجنيه او ريال سعودي او مجدد، هناك دائما لا رجل دو تروا وغتعرف الثمن شحال هو ثمن بلدك. والحمد لله والشكر لله اخواني اخوات، بلدنا بلد الخير والخيرات، بلدنا السلم والسلام تحت شعار المقدس الله الوطن الملك، ديو باتري اروا، ديو باتري اروا، ديو باتري اروا، الله الوطن الملك. لا تقنطوا من رحمة الله يا اخواني يا اخوات، ولا تقنطوا من الغلا، ولا تقتنوا، الحمد لله يا اخواني يا اخوات، سيمر وكما مرت ومرة ومرة، والحمد لله يا اخواني يا اخوات، ان شاء الله تغير الحياة في بلدنا، تبقى بلدنا دائما، نحب بلدنا ونموت على بلدنا وعلى ملكنا وعلى شعبنا. والخير الحمد لله يا اخواني يا اخوات، كما تشاهدون هناك اسواق كثيرة تنشر في اليويو، هناك ايضا البيع بالكيلو جرام في المرجان، في ايضا في لابيلفي، وكل واحد كيمشي على قدو. والحمد لله اخواني اخوات، غادي تمر الايام، كلشي غادي يعيد، كلشي غادي يوصلوا الخروف ديالو حتى للدار ديالو، كلشي غادي يطمح ولادو، لكن يبقى ملاحظه واحده ساقولها في اخر الفيديو اخواني اخوات، وقت الامتحانات، وقت الامتحانات اخواني اخوات، اولادكم واولادنا عطيو شي شويه الوقت، قدموا شي شويه الوقت لاولادكم باش تمر الامتحانات بخير وعلى خير، وإن شاء الله يتلقى فرحة العيد وفرحة النجاح. ونتمنى لكم يا إخوان يا أخوات تعطيو شوية ديال الحوار والنقاش مع أولادكم في المرحلة ديال الامتحانات، ما تعصبوهم، ما تقول لهم كلمة، تقول لهم إلا ما نجحتيشي غادي ندير لك، إلا مش المعدل الفني غادي ندير لك، من دابا كتخلع ولدك، إذا من دابا ولادك كتهبطو لولدك، فهمتينا؟ شجع ولدك وفرح بولدك، وإلا نجح الحمد لله، وإلا سقط راه ماشي هي آخر الدنيا، ومن جد وجد ومن زرع حصد، والتلميذ اللي كيخدم راه كيخدم نيت، والتلميذ اللي كيغش راه كيغش، وهذه هي الحياة يا إخوان يا أخوات، لكم المراقبة لأولادكم حتى تمر الامتحانات بخير وعلى خير. إذا إخواني أخوات، ناس طيبين ناس العزاز، عندكم خطبة الجمعة يا إخواني يا أخوات، نشرت لكم خطبة الجمعة، من له الأولاد فعليه، ومن ليس الأولاد عليكم أن تنتبهوا إلى خطبة الجمعة عندي في القناة، واسمع اسمع 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 كلام أستاذ محترم، اسمع كلام أستاذ، ما تتكلم أستاذ في خطبة الجمعة، وتكلم الكثير على وقفة مع أسرة التعليم،
وما تقدم أسرة التعليم، وحط ونزل أيضا بعض الملاحظات، ثم تكلم عن الأولاد وتكلم عن طريقة كيف تمر تسعدون أولادك حتى تمر امتحانات بخير وعلى خير. وإخواني يا أخواتي الناس الأعزاء، شوفوا عوانتك كي دايرين، شوف عوانتك كي دايرين، شفتو أنت؟ شوف مزيان أنا، شوف فيا مزيان، زيد شعل مزيان، زيد تا أنت بغيتي تصور، تا أنت باغي تصور، يلا زيد، شكون اللي باغي يتصور فيكم؟ أنت باغي تصور، أنت خلاص. زيد انت زيد عويناتي، زيد حل عويناتك، حل عويناتك، شوف مزيان. إذن إخواني أخوات، ما تبقى نقول لكم شكرا لكم، شكرا جزيلا الشكر، وتحياتي لكم ودردشة مع الخروف. ودائما يا إخواني يا أخوات، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وارزقنا الذرية الصالحة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والنجاح لجميع الطلبة، جميع تلاميذ جميع أولادنا، ونتمنى إن شاء الله الخير للجميع، ونتمنى إن شاء الله عيد مبارك وسعيد، وكل عام وأنتم بألف خير. Adiós, amigos, que Dios bendicos, gracias. Mucho gracias, todos bien. Mucho gracias, todos bien. Je merci beaucoup, je vous te souhaite une excellente vie, plein de santé, plein d'amour, plein de surprises. Thank you very much, thank you so much, mes frères et sœurs, ma famille. Vamos, que vamos, et pourra, que pourra. Et bonne note, bon dia, amigos, que Dios bendicos, gracias, gracias, et mucho gracias, et todos bien. Koshibir, alhamdulillah, wa shukurillah. ومع السلامة إخواني يا أخوات، حتى نلتقي في موعد آخر في منطقة أخرى في درجة أخرى. شكرا لكل من ساهم وساعد في هذه القناة الصغيرة المحترمة، ومرحبا بكل من يتحقق بقناتي، قناتي قناتكم، وبإذنكم لا نساوي شيء. إذن مرحبا لكل من يتحقق بهذه القناة الصغيرة المحترمة. أتمنى إخواني أخوات، أتمنى اتركونا تعليقات إخواني أخوات، أعملونا ملاحظات، يعملون ملاحظات في التعليقات على حسب المحتوى، لكن في نطاق محدود، تعليقات في نطاق محدود. احترم نفسك بنفسك وتستمر الحياة. إذن تعليقاتكم يا إخوان يا أخوات، تشجيعاتكم، شكرا لكم، شكرا أوفياء، شكرا لك الأعزاز، شكرا جزيلا الشكر، شكرا ومرحبا بكم، وتحياتي لكم جميعا بدون استثناء. وعماد قلت لنا لك ليما ما رحبتي لنا بالناس، ما جا صاحبي رحبنا بالناس وعطينا شي معلومات صحاح عاود. وانت زاندر شو معاكم اللي هاليها؟ شوفوا هادو هنا، وانت الخيرات امامكم انتم يا الناس الاعزاز، يا محبين هذه القناه الصغيره المحترمه، ويلكم خروص التنحضيط، اقلموس تربيه بيصفرو، والباع بمدينه مكناس. ومرحبا بكل من يتهم الامر. ثمانية اخواني اخوات، قلت لكم بين 50 حتى 100,000 ريال، وكل واحد كيدير على حساب طاقة الجيب ديالو، لكن ما يهمك في الخروف هي ان تاخذ خروفا وتعرف صاحبه، لان اخواني اخوات كل الخروف خروف اسمه خروف، لكن اخواني اخوات يختلف الخروف من تربية، من اكل، ويختلف الخروف، ويبقى دائما عندك اسمتك وتدي شي حاجه اللي غادي تلوح في طازيه الزبل، لان اخواني اخوات عندك اذا لم تعرف اذهب مع شخص يعرف، وخذ خروفا من انسان له تربيه الخروف، ليس من الانسان الذي يبيع الخروف يشتري من قنت ويبيع في منطقه اخرى. حذاري ثم حذاري، كاين الشناقه، كاين المصريه، كاين الوسيط،
إذن حذاري ثم حذاري إخواني أخوات، تواصل أولا كل شيء، تعرف شخص الصف، تعرف الإنسان الذي له خوف يخاف من الله، أما الإنسان الذي يبحث فقط عن الجنين أو الفلوس أو الدرام. إذن أقول لكم يا إخواني يا أخوات، حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري ثم حذاري، ومع السلامة.